الدعوة. ضيف الكريم، نبدأ. لماذا تصرون على إحياء ذكرى تأسيس الميثاق بمسيرة؟ شكرا محمد المختار، والشكر موصول لقناة الساحر على هذه الاستضافة في هذه الظرف اللي يتميز بتخليد ذكرى ثالثة لميلاد الميثاق، واللي له يخلد بمسيرة يوم 29 الجمعة نهار من الصبح، بعد انطلاق من دار الشباب الجديدة باتجاه مسجد بن عباس. لتسمح لي في ثانية بسيطة أني ما هي طويلة حتى أن عدل توطية عن ظروف وجود هذا الميثاق. هو هذا الميثاق هو مشاركة ومحاولة تقديم إجابات وتشخيص دقيق موضوعي عن اللي قالوا ظاهرة العبودية في موريتانيا والاختلالات اللي ترتبت عليها، معناها الآثار اللي ترتبت عليها واللي ما زالت اليوم ظاهرة العيان في المجتمع الموريتاني للأسف الشديد. وهذه التفكير الواعي والعميق واللي كان حسب هالميثاق كاملين أول من نوعه موريتاني، يتميز بمسألتين أساسيات. المسألة الأولى أنه كان واضع في نص عينه اللي قالوا الحفاظ على وحدة الشعب الموريتاني وظل العدالة وظل المساواة وظل المحافظة على كرامة كل فرد فيه وحريته. وهذا هو اللي عدلنا عن هذا الميثاق، قلنا عنه حد لي يحل مشكلة العبودية ومشكلة الحراطين بصفة عامة، أنه لا بد من يعرف عن موريتانيا فيها مكونات أخرى، وهذه المكونات لا حل بدونهم، مشاركتهم النشطة وإقناعهم ومشاركتهم بإيجابية في سبيل حل المشكلة اللي قالوا العبودية واستئصاله وما ترتب عليه من آثار. هذا من ناحية. الناحية الثانية مملي هذا العمل مملي نعكسه مملي عن قبضة مقاربة التشخيص اللي قالوا مشكل التمييز، مشكل عدم المساواة، مشكل التهميش في موريتانيا بصفة عامة. وللتذكير ما صب فقط على اللي قالوا فئة الحراطين، هو عالج مشكلة الغبن والظلم بشكل عام في موريتانيا. يقير هذا قد يعود أوضح وأبشع في الحراطين به الياسرين وبه المأساة اللي تعرضوا لها في تاريخ موريتانيا، اللي هي مأساة العبودية واللي ما تعرضت لها الفئات الأخرى، تعدل عنهم وهم في مقدمة المظلومين والمهمشين. يقير ما أقفلنا من الذكر عن فم آلاف وفئات أخرى من الشعب الموريتاني مظلومة ومطحونة، الفقراء بصفة عامة، المعلمين، الجاون إلى آخره. هذا من ناحية، وهذا هو اللي عدلنا عنه. لا بد من تخلق وثبة وهبة وطنية ياك تعود تستأصل التهميش والغبن بذلين قالوا الحراطين به اللي قلنا عنهم. من ناحية الكم العددي هم أكثر مكونات الشعب الموريتاني. ثانيا من ناحية عدلت لهم إحصائي، من ناحية هذا أعتقد أنه لا، ما هي قضية محل مناكرة بالنسبة للناس. تختلف النسبة، غير معروف عنهم من ناحية نسبية هم أغلبية الشعب الموريتاني. النسبة طبعا ياكن عود موضوع الناس تختلف فيه. وبالتالي أعدل عن هذه الفكرة بالذات أنها يلا تعود مشركة فيها الشعب الموريتاني كامل، يعني تخلق وثبة وطنية وثورة اجتماعية سلمية وسياسية تكفل أن تستأصل ظاهرة الاسترقاق بشكل لا رجعة فيه، يقير من اللي تعالج الآثار المترتب عليه. وهذا هو سبب وجود هذا الميثاق، وكان تفكير أول من نوعه موريتاني به اللي قد خرقاس المشاب ومكمل له ويزيد عليه ويضيف له. ما زلنا لين نشوف ونفصل فيه. حتى الوثيقة اللي شرت لها متارك، وثيقة اللي اصدرتها في 2013 29 أبريل أعتقد 30 أبريل 2013 29 أبريل هو تاريخ تأسيسكم 2013. مستلين شيئا شوي ناقشك فيها. طيب لماذا الإصرار على تنظيم المسيرة بشكل سنوي؟ هذه المسيرة ثم من 2013 كل سنة 29 أبريل تنظم المسيرة. هذه المسيرة بقدر ما تستحضر تجارب في دول أخرى مشابهة للي قالوا التهميش والغبن والتمييز الموريتاني، يقير ملي بقدر ما ملي تعطي رسالة أولا للموريتانيين بصفة عامة أنهم يقدروا يتوحدوا، أبيضهم وكحلهم، بيضانهم وكوارهم وحراطينهم، بمسيرة واحدة في اتجاه واحد في تفكير واحد يصب في اتجاه استئصال اللي قالوا ظواهر التهميش والغبن واللا مساواة في المجتمع الموريتاني. ذلك يعطي من الاتجاه للسلطة بصفة عامة عن هالموريتاني، عنهم هاي الأمور اللي موجودة واللي
تسمم الحياة وتجعل مخاطر موجودة على الوحدة الوطنية ومستقبل البلد والاستقرار والسلم الاجتماعي عن فم موريتانيين واعيين بالمخاطر وعنهم كلها مادة يدل أخر ومظاهرين عدم رضاهم عن الوضع القائم. هذا هو السبب عن نعود نعدل مسيرة به اللي أكبر تعبير مثلا يجمع شمل الأشخاص ماشيين مصاوبين. قد حد يقول عنه دار الشباب مسجد بن عباس غير قيمته المعنوية ورسالته السياسية والأخلاقية شاك عنها كبيرة حتى. طيب ثم لتنظم المسيرة هناك شطوا المدن الداخلية هو اللي قلته في إعلانه. نعم. طيب المدن الداخلية احنا لاحظنا خلال السنتين الماضيتين سنوات الثلاث الماضية أعلنكم المسيرة فعلا استطعتوا أنكم تحشدوا في نواكشوط شيئا ما حشد معتبر لكن الداخل غائب تماما. هل ستختلف هذه السنة؟ حشد في الداخل أقصد. نعم نعم. سؤال واضح جدا. نحن كانت مقاربتنا في المسألة واضحة جدا عن لا مركزية الأنشطة ولا مركزية اتخاذ القرارات بتنظيم الأنشطة. ده هو اللي قرار لقبضة اللجنة الدائمة ولجنة التنظيم عن هل الداخل عن المجتمع على مستواهم وبالتالي وهذا ما اللي رجعنا الفكرة أخرى في الميثاق أن الميثاق ما بقدر ما يعتمد على مؤسسات يقر بقدر ما هو روح هو فكرة تتبناها أنت اللي في نواديب وتتبناها أنت اللي في طار تتبناها أنت اللي في أمريكا في بلاد أخرى وبالتالي تقبل المبادرة اللي منسجمة مع هذه الأفكار اللي وردت في الوثيقة واللي هي حصيلة تفكيرنا نحن الجماعة اللي توافقنا عليه واللي خرجنا يوم 29 أبريل 2013 وتنظم على مستواك وقفة مسيرة اعتصام ولو برقاج واحد ولو مئة رقاج ذاك هم اللي حدوه يقال الكم مهم الكم نحن قلنا عن هل الداخل أن مطلوب منهم أن يعدلوا وقفات رمزية بهذا نواكشوط فعلا بكم الضعف الوجود في الداخل لا 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 لا, لا. نحن نختار نحن هذه نواكشوط العاصمة السياسية للبلد الفعل السياسي يخلقهون الفعل الاجتماعي التغيرات الكاملة يخلق وسائل الإعلام الرسائل تنقبل من نواكشوط في كثريتها يقير من اللي هذا ما قفلنا من اللي جانب الداخل به اللي قلنا عنه يا الله هل الداخل يخرصوا حسب تنظيمهم وحسب قدرتهم النشاط اللي قد يعدلوا وبالتالي وقد يعودوا من اللي في السنوات المقبلة فهم تفكير عنها لا مركزية تنظيم المسيرة قد تخلق في نواديب والله واحدة طيب شنو الشعارات المرفوعة هذه السنة الشعارات كلها ياسرة يغير تتمحور حولها الشعار الأكبر طيب تتمحور حولها حول مكافحة التمييز التهميش المحافظة على الوحدة الوطنية هذه الشعارات مكافحة العبودية مكافحة آثارها هذه طبعا هو الدور حوله ويرتفع كما كان فقط العلم الوطني يرتفع العلم الوطني طبعا به اللي به اللي ملي هذا مربوطة نعم هذه من الأفكار اللي ملي يلا 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 ما نقفل الإشارة لها هذا الميثاق جاء يتسامى فوق الانتماءات السياسية يتسامى فوق الانتماءات الاجتماعية وهذا مهم به اللي اليوم لين تقول لي عن الميثاق في أبناء الأسياد السابقين وفيه أبناء العبيد السابقين متواصلين متحاكمين لدين ومصاوبين شور فكرة واحدة ويعطوا رسالة واحدة هذا هو اللي فاصل فيه المجتمع وهذا للأسف الشديد نحن قلنا عن نخبتنا السياسية رأينا نخبتنا السياسية اللي نقولها نعممون بموالاتها وبمعارضتها شاكل عنها ما فات عاتب ذاك النضج اللي لحقت تجسد لنا هاي الصورة اللي قد يعود الموريتانيين يتسامعوا على الخلافات القديمة مع الاعتراف بها به اللي الضحايا العبودية وضحايا الآثار العبودية من 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 واجبهم على الناس الآخر الاعتراف لهم بذاك الماضي ليس من أجل الانتقام ولا من أجل الضغينة غير من أجل عن النوع من يعود حافز ياك الناس تكافح التهميش وتكافح التمييز وتكافح اللامساواة واضح. طيب انتم هل بامكانكم الحشد الجماهيري عندكم ماكينه للحشد الجماهيري خصوصا انكم ما لكم حزب خاصه في نواكشوط نعم نحن هاي المسيره اللي تخرج يوم الجمعه 29 ابريل فتنعدلناها هاي المره الثالثه ان شاء الله لكن وكيف ما قلت لك نقطه قوه الميثاق لكن المره الثانيه كان الحشد اقل بكثير من المره الاولى انا اسمح لي محمد مختار لا اوافقك الراي نحن شاكين عن ما قابلنا منحنى تصاعدي به السنه الاولى كانت تنظيم على مستوى دار الشباب به الانطلاقه كانت فقط 2014 كان الحشد مهول جدا 2015 كان الحشد مهول من ناحيه الكم مهول من ناحيه التنوع ايضا وهذه هذه 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 ميزه وقلت لهم اللي هاي نقطه قوه الميثاق اللي يلا تعود معروفه جدا أن ما نعتمد على الماكين كيف تنظيم الأحزاب السياسية هو نقطة قوة الميثاق أنه كل حد هو لين يقتنع بالفكرة يسوى كان عضو في حزب سياسي يسوى عضو منظمة من المجتمع المدني يسوى مستقل
يسوى في الموالاة، يسوى في المعارضة، يسوى بيصوح حد، يسوى بيغاني، يسوى كوري، يسوى حرطاني، مقتنع بالفكرة اللي يحشد لها. وهذا شفتوه في الشباب في فيسبوك اللي متنوعين، شفتوه في حملات التحسيس اللي جاءوا قرون الدسرة الأربعة اللي فيها الناس متنوعة، فيها مختلف مكونات. عندكم ماكينة للحاشية؟ نحن ماكينتنا الأساسية هي قناعة الناس اللي واحدين فيه، وانضمامه للي ورد في الميثاق. هاي الوثيقة من الأفكار، هاي ماكينتنا اللي نعتمد عليها. وصدقني أن حتى الآن لين نتكلم لك عن الميزانية اللي قدرنا نعدل بها هذا، أنا لا ما تشك عنها قد تعدل أبسط اعتصام فيها 100 رقاش. كم الميزانية؟ ده خليه ما هو مهم يا غير نقول لك بعض عنا عند لا لين نقول لك عنا ما فتنا لحقنا مليون وقية، مليون من الميثاق كامل. لماذا؟ لا لهذا نحن أسلم الشخصية. هذا ما هو قلت المتبرعين؟ لا 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 ليس ما هو من قلت المتبرعين، من نحن اللي ندوره نعرفوه، وذي اللي عندنا من القدرة والناس اللي نعتمد عليها معروفة، وبالتالي والناس إجبرنا إجبار الناس من الناس اللي هي متبرعين ومستعدين للمشاركة. غير نحن ندور بعض، اللي نقول لك بعض عنا ما نعتمد عليه فقط الإمكانيات التقليدية اللي تعتمد عليها الأحزاب السياسية وآلات الحشد السياسي، نعتمد على قناعات الناس والتزامها المتضامن والغير محدود مع هذا اللي ورد في الميثاق. طيب هل ستشارك الأحزاب السياسية في المسيرة؟ هذا بعض من 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 من, من الأمور المهمة والشاك عن الأسئلة المهمة به اللي هذه قلنا عنها فكرة تتسامى على الانتماءات السياسية للأحزاب، موالاتها ومعارضاتها واتجاهاتها الإيديولوجية. وبذلك المناسبة كان تقليد عندنا من سبب انتشاء الميثاق، بل وسبب انتشاء الميثاق بلي نحن المهم عندنا الفكرة، ما مهم يقبلها حد الفكرة عدل به حزب ولا منظمة، مهم الفكرة تعود انت في حزبك السياسي مقتنع بها وتطبقها، تعود انت في منظمتك، تعود انت في الحكومة تطبقها، تعود انت في المعارضة في حزبك اللي ما توصل السلطة مشروعك السياسي غير مملي تجسد في هيئاتك. هذا هو اللي مهم. وبذلك المناسبة قلنا عن بما أن الرسالة موجهة للموريتانيين في عمومهم، عن الأحزاب السياسية اللي تنقاس كاملها يتعرضوا عليها المشاركة، نعرضوا عليها المشاركة المشاركة. وهذا وعد العام الأول مع التفاوت فيها، ذوك اللي جاوا شاكرين وجزيل الشكر ونعتبر عنهم مساندي الميثاق. ما أنكم خايفين الأحزاب تختطفها؟ ما مخيف عليها الأحزاب. أنا شاك عن الخطر الكبير، الخطر الكبير اللي تعود هذا الأفكار اللي في الميثاق ونشاط الميثاق وقدرته على الحشد اللي تمشي في اتجاه سياسي معين. هي ما يمشي في اتجاه سياسي معين، ولا قد حد يستخدمها للتذكير بلي كل حد من موقعه ما هو محتاج يمشي قاع، كل حد من موقعه قد يطبق اللي جاء في الميثاق ويقترحه إلى عادوا أهله أسرته. يبدأ من الأسرة اللي عندها العامل البسيط، يبدأ من المعلمين، يبدأ من الإدارات، يبدأ من السلطة السياسية، يبدأ من الأحزاب السياسية. هذا كامل كلها اللي يعود مقتنع بهذه الفكرة يطبقها هو في حزبه، يطبقها في مكانه الطبيعي إدارته، وبالتالي ما هو محتاج قاعد ينضم لحد آخر. طيب قلت لي عرضت المشاركة على الأحزاب السياسية. طيب هي المسيرة يوم الجمعة بين معها يومين فقط. نعم 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 يوم واحد قال بين معها يوم واحد. هل استجابت الأحزاب؟ اللي نقدر نقول لك ذاك عن القرار أنه يتصل بالأحزاب السياسية كاملة موالاة ومعارضة مع اختلافات الإيديولوجيات واختلاف الطرح السياسي يتصل بها كامل. في حد من الأحزابات بلاقكم بالمشاركة؟ نحن راجعين عن كما قلت لك الميثاق قابل منحنى تصاعدي عمل أول سنوات كاملة كانت مشاركة جيدة، وراني ماني ذاكر ذلك بالاسم غير الناس الأحزاب اللي جات شاركت أساسا الأحزاب المعارضة. لا ذا ماني موافقكم الموارية ماني موافقكم فيه. على الأقل الأحزاب الموارية على الأقل أكبرها الحزب الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية ما شارك. أنا اللي نقول لك واللي نأكد لك واللي تسند الوقائع على الميدان عن لبيعر اللي هو الحزب الحاكم كما أحزاب المعارضة حارب جميع هيئات الميثاق كأشخاص ما يمثل صحيح الأحزاب صحيح ما يمثل الأحزاب يغير أعضاء منه حاضرين فهذا هو نقطة القوة. وبالتالي هو لين يعود رقاج في هيئة معينة كيف الميثاق يقتنع بأفكاره يقتنع بطرحه مكلف عنه يطبقه في الحجز السياسي اللي هو فيه في الهيئة السياسية اللي هو فيها ولين يطبقها تعود قاع موريتاني ما عنده مشكلة بيلي. نحن اليوم لين تعود الأفكار اللي تكافح التهميش تكافح الغبن تكافح التراتبية الاجتماعية هذا كامل تعود كل مسؤول سياسي سواء كان في حزب سياسي والله في النظام أو معارضة يستحضر في اتخاذه للقرارات الكبرى
حول مصير الأمة واللي تخدم البلد في الإدارة وفي القضاء وفي الجيش وفي كل يستحضر لك القرارات اللي منها التمثيل ومنها المشاركة المتوازنة. ولا 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 نتكلم عن المحاصصة، نحن ما تكلمنا عن المحاصصة، نحن تكلمنا عن المشاركة المتوازنة، معناها عن المؤسسات الموريتانية مهما كبرت ومهما كانت مقدسة عند شمن الناس، يا الله كل موريتاني يشوف عنها مؤسسات ممثل فيها، وبالتالي ما مقبول عنها تعود مؤسسات من لون واحد. هذا حد قالوا ما يقدر يتهم بالعنصرية، هذا حد قالوا يا الله يتهم عنه يختار الموريتاني كاملين مؤسسات مشوف يا رسول. اتفقوا. طيب مشاركة على الأقل زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في المسيرة خلال السنوات الماضية، فم البعض يعتبر على أن مشاركة ذيك الشخصية على أنه أدى لمقاطعتها من قبل الموالاة، الأحزاب الموالية. على الأقل أنا هون نتكلم عن شخصيات الصف الأول. أنا شاك عن هذه حجة داحضة لا يسندها دليل ولا يسندها منطق ملي. هو أنا لين عود مقتنع بالهدف، مقتنع بالفكرة والمشروع اللي ماشي فيه، ما يمنعني حد موالي من شارك فيه، لا يمنعني ملي حد معارض. المسيرة اللي ثابت عن ما يمنع من حد من المشاركة فيها، والثابت ملي عن حد كامل وجه شارك فيها بصفته الشخصية، ما هو رافع شعار حزب وله رافع شعار موالاة ولا معارضة. وهذا هو اللي نقدو نحن، هذا هو اللي نقدو نحن نقيموا به مدى استجابة هذو الناس، مدى استجابة الناس اللي قال مدى استجابة للميثاق. وبالتالي ما نشاك عن قول أن واحدين قاطعنا المسيرة بين اللي شاركوا فيها واحدين، ما نشاك بال عنها حجة متينة. وأنا بعد اللي نعرف عني شفت فيها ياسر من الحزب الحاكم، وشفت فيهم اللي فيها ياسر من المعارضة. طيب واضح. طيب رأي الإحصاءات أصلا ما نعرف ذاك الواقع. هل ستشارك حركة إيرا والتحالف؟ شوف تحالف من الأحزاب السياسية اللي قلت لك عني نحن مزلنا نتواصل معها، ولان ما بتنعرفنا قراراتهم كاملين، معناها اللي نعرفهم لا بصفة جماعية انتهى ونعدلوا المراجعة النهائية لها. اللي نعرف عن إيرا شاركت في المسيرة، خاصة المسيرة الماضية شاركت فيها بجد بكم كثيف وبشكل بشكل بشكل واضح العيان وبشكل ملي مؤثر، وراجع عن إن شاء الله السنة، وأظن عنها إن شاء الله الدور اللي تشارك فيها. مثلا المعلومات اللي عندك على أنها تتجه للمشاركة، لا ما يمقاطع. المعلومات اللي عندي على تتجه للمشاركة. طيب ذم البعض يعتبر على أن الميثاق أنه ولد ميتا، هل ستعيد هذه المسيرة بث الروح فيه؟ شوف أنا شاك عن شاك عن شاك محمد المختار عن التقييم، يا الله يعود الميثاق من درا يكان من الساعة اللي خلق الميثاق يكانوا ماشي منحنى تصاعدي والله ماشي منحنى تنازلي، يعني يكانوا يهبط أو ماشي 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 لفوق. أنا شاك عن بدينا 2013 حجم المسيرة 2014-2015 كانوا متقدمين. تابع؟ نعم. وبالتالي هذا هو اللي نقدر نقيم عليه. إذن هو الميثاق مازال بشكل نشط يزداد قوة، وهذا ملي له إن شاء الله ودي يتبرهن عليه المسيرة اللي تخلق بهم الجموعة اللي مدعوا لها الناس كاملة، والدور يبرهن ملي عن 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 ماشي إن شاء الله ولا الهوك. طيب هو الميثاق كان يتولى رئاسته الدبلوماسي المعروف المرحوم الراحل محمد سعيد الهمودي، طبعا المرحوم توفي منذ فترة ولم ينتخب أحد بديلا عنه، يقول البعض أنه بسبب الخلافات بينكم. شوف هذه مسألة يلا نشيلها كان فيها الغالي. من ناحية المرحوم محمد سعيد الهمودي تقمده الله ورحمته الواسعة كان رئيس الميثاق وكان عنده نواب للرئيس، أولهم أبو بكر بن سعود مع ترتيب الخلطة الأخرين. وعندما باط توفى إلى رحمة الله طبيعي عن النائب الأول أنه يقبض رئاسة الميثاق، طبعا في انتظار يقبض الميثاق قرار العادة هي
يتماشى على نفس التشكيلة نفس الهيئات اللي فهم لجنة دائمة في مجلس وطني والله يجددها والله مولي يتخذ قرار بتغييرها ولا إحداث عليها تحسينات بلي هذا مولي الميثاق مولي ما نقدر نقول عنه عمل مقدس لا 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 لا, لا, لا يأتيه الباطل والله باطل ما يأتيه الخطأ ومن بين يدي الله مخلفه هذا عمل بشري لين نشوفه نحن عن خارج الهيئات يا الله استحثوا نعدلوهم وفهم نقاش على إعادة التنظيم الهيكل الإدارية للميثاق غير هذا ما هو ناتج عن خلافات ناتج عن اختلاف حسب فعالية الميثاق شو من الناس يقول عنه يا الله يتخذ شكل معين وشو من الناس يقول عنه يا الله يتخذ شكل معين وفي النهاية توافقنا على الشكل يا الله يتخذ الميثاق وطبعا بعد المسيرة اللي انتهز الفرصة عنه إن شاء الله ونطبق ذلك الفتنة البضنة من القرارات. طيب قلت لي أن كان يخلف أبو بكر المسعود هو النائب الأول لرئيس الميثاق صحيح يقر هو المطلوب رئيس أصيل مع احترامنا لأبو بكر المسعود يقر هو في النهاية نائب رئيس هو شوف هذا في القانون في القانون في الحالة العادية اللي يعود فهم رئيس يعود عنده نائب رئيس اللي يخلق مانع مؤقت والله دائم يخلفه نائب الرئيس لين ينتخب رئيس ونحن مزلنا في الوضعية غير ما يطول غير ما يطول مهن الله هو ما يطول هو المرحوم سعيد يتوفى ذلك بحكم 6-7 وذاك قلت لك نحن كانت ما أولويتنا كانت انتخاب رئيس ولا كان أولويتنا التفكير أولا في إعادة تنظيم بشكل عام من ناحية الهيكل اللجنة الدائمة ولجنة المجلس الوطني والشكل النهائي اللي يتخذوا الميثاق به لهذا مولي الله وهذا من النقاط اللي بدينا منها عن الميثاق أنه ما مطلوب أن يعود كيف منظمة والله حزب سياسي يا الله حد يفهمه هو نمط من العمل الاجتماعي السياسي الكبير اللي فوق البنيات الحزبية وفوق البنيات الجمعوية وللأسف الشديد يدعوه الموريتاني ما تفهمه يقير قال لا بد من المؤسساتية مؤسساتية مطلوبة هو لأن المؤسساتية نحن عندنا لجنة دائمة عندنا رئيس ونواب الرئيس عندنا لجنة دائمة عندنا مجلس وطني وهذا يجتمعوا كلها عنده اختصاصات معينة ويناقشوا بعض فيها قرارات اللجنة الدائمة تجتمع حكما كانت بصفة دورية المجلس الوطني استدعيناه وكان مجتمع هذه الأيام وطبعا بعد المسيره يلا ذيك القرارات اللي قبضنا يلا نطبقوها بشكل واضح للعين. طيب ملاحظ معي الناس على اغلبيه قيادات الميثاق على انهم من شريحه الحراطين وانتم تقولوا على ان الميثاق على انه عابر للشرائح كيف هذا شاك اجابتهم اللي شاك عنها لا واضحه هذا الميثاق يعني اللي قال له الموريتانيين كاملين وقلنا عنه إلين يقول عنه الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين في إطار موريتانيا المتصالحة مع نفسها هذا هو المدخل الكبير معناها هذا هو الموريتاني يقر حقوق الحراطين يطالب بها الدماء الحراطين هذا هو نقطة قوة الميثاق هذا هو نقطة قوة الميثاق وقوة الميثاق ده هو عنه قد هاي الحقوق اللي شاكين واحدين عن ما قد تخلق ولا قد يدافع عنها ما هو لا دافعت عنها شريحة واحدة احنا قدينا وده هو ده هو ده هو ده هو, ده هو الجديد في ذا قدينا يدمجوا فيها الشرائح الأخرى وتشاركوا ملي بقوة وقال لك عن اللجنة دائما الميثاق رئيس وغالبية نواب وكامل من الحراطين منين ميثاق للأسف الشديد ما عندك المعلومات صحيحة منواب الرئيس مختلفين فيهم مثلا نعطيك مثلا على سبيل المثال الحصر اللي نقولها لك بعض منين في معلي العلاف وفيهم سلال العيشة دونك فيهم واحدين اخرين دونك ما نباطوا في دار طيب فإذا الرئيس نائبه الاول بعد على الاقل هذا انا قلت لك هذا طبيعي طبيعي علينا تعود هذا نحن اللي نكافح شنو نحن قلنا عن هاي الشريحه يلا تعود في صداره الاهتمام في ذا يلا تعود في صداره الاهتمام من ناحيه مكافحه الغبن والتهميش والظلم سمعتني يا غير ما تظلم هي ولا تقبل الناس الاخرى وهذا من صداره منها ان يعودوا في صداره هيئاته يا غير ملي تعود الناس ملي معاهم في صدارته قد يعود كثرتهم العدديه مهمه في ذا ذاك يعود عنده تاثير واضح خارجين واحدين ملي يقراوا ثقافه الصوره فهم فكره الصوره ويلا تبدا يقير فكره الصوره ملي نديروها مع هذه الفكره المتضامنه الجماعيه اللي وحدويه اللي بينه الموريتاني كاملين وهذا الشك عنه هو المهم يمكن ان نشوفه مثلا ميثاق الحراطين يقود واحد ما حرطان طبيعي
طبيعي مطروح هذا أصلا مطروح. طيب ينقال أنه هم خلافات بيناتكم خلافات حقيقية. هو نحن المرجعية المرجعية ما هو حرطاني ولا بيضاني كما قلت لك مرجعية الوثيقة ولأني راجع عن اللي قلت لك عن نظرا عن الحراطين عنهم هم 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 المصابين بهذه الرواية عن الواقع. هو قالوا عن يقول مثل عن النعر هو التاج. الناس اللي المصيبة اللي مصيبة العبودية ومصيبة التهميش والغبن وراي لك ما قلت لك عن فم واحدين مغبونين اخرين غير هما بعدهم الغالبيه في ذا وعترتهم اللي عليهم هما نتيجه العوامل التاريخيه ما نراجعين لها. يلا يعودوا في صدارته ويلا يعودوا ياسرين فيه حتى مسؤوليه شخصيه لكل حد منهم ومسؤوليه جماعيه هم اللي عليهم كاملين. ينقال ان هم خلافات حقيقيه بيناتكم على رئاسه الميثاق وهي الادات حتى الان لتاخير انتخاب رئيسه. شوف هذا هاي طبعا هذا قد يعود يسندو اللي قلت انت عن 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 من ساعة توفى المرحوم سعيد عنا ما انتخلنا قيادات غير قلت له عن اهتمامنا نحن ما كان باللي شاكن عن ما فهم فرع احنا كان فهم رئيس وفهم نائب رئيس توفى لأجل محتوم الرئيس الاول نائب رئيس يسير الامور الينا نعدله نحن بالشكل اللي يرتضينا ما هو انت توافقوا على رئيس جديد بشكل سواذي كما اللي ما تقلع شيء به اللي المرحوم سعيد جاب شكل توافقي ونحن اللي ما بين عنا شيء حد يكون بشكل توافقي غير يعني المرحلة ما فتلحقناها نحن نارك مزلنا إعادة هيكلة الميثاق لجنة الدائمة ولجنة التنظيم والشكل قاعد النهائي اللي يقبله وبالتالي ما فهم خلافات ثم تختاروا رئيس توافق تفضلوا التوافق على الانتخاب. انتخاب ما هو من فلسفة الميثاق نهائي أبدا المؤسسات بعد يلتقط الله فيها انتخاب لا بيه اللي شفت نحن قلنا عنا ما لنا مؤسسة سياسية ولا مؤسسة جمعوية تقليدية من الشكل اللي تعرف الناس نحن رهان على الأفكار رهان على تبني الأفكار رهان على الروح الجماعية اللي ماشي فيها الناس كاملة واللي تستصغر المناصب السياسية وتستصغر العناوين كيف الرئاسة والله نيابة الرئيس والله روايات أخرى به اللي قاعد بلا فايدة اللي نقولها لك أنا به اللي انت الميثاق المديور منه أن تشحن المؤسسات السياسية اللي في الدولة ويشحن المجتمع الموريتاني من هاي القيم اللي وردت في الوثيقة بحقوق الإنسان مكافحة العبودية مكافحة الرق مكافحة التهميش عن موريتاني مساويين ولا فيهم تمايز طبقي هذا هو الأساسي فيه وحد 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 هام وشاك عن الميثاق عن روايه له يعدل له كيف تلي خلق هذا قلت لك عن شبن الناس خاصه الانتهازيين ما فاتوا فهموا غير دور عقبوا يفهموا لين يشوفوا مسيره الميثاق انتهازيين قاعد فيكم لا ما انا في الانتهازيين هذا قلت لك بشكل التفكير السياسي الموريتاني بشكل او باخر انتم مليانين من السياسيين نحن ما فينا نحن فينا قلت لك انا احنا ما فينا السياسيين غير ما فينا السياسيين بصفاتهم ما بين السياسيين بصفاته قال يقولوا لا يعدلوا بكم السياسة بالميثاق هذيك رواية أخرى اللي يعودوا ما هي صح محمد مختار باللي قلت لك عن الميثاق أنك أنت اللي تعود في المعارضة تقد تعود واحد من الميثاق وأنت اللي في الموالات تقد تعدلوا به اللي هو فكرة ما هي رواية مادية عندك أنت هو فكرة هو روح إحنا عين على الواقع إحنا نتكلم عن الواقع الواقع في فرق بين النظري والمذهل والواقع الواقع اللي نقول لك الواقع اللي نقول لك عن نحن مرجعيتنا هذه الوثيقة حد خرج عنها ما هو وحد تم في طارها واحد من الميثاق طيب هم شخصيات هم عدة شخصيات مرشحة لقيادة الميثاق هل أنت من المرشحين لقيادة الميثاق ماري أنا ماري أخوي أنا شخصيا ما مترشح لرئاسة الميثاق مانك مرشح لها ماني مرشح لها طيب المولانا ما قد قال لي حد عنه مرشحني ولا قال هذه بعد الدور تزيان عندي غير اللي نقول عني ما بتعت مستعد للترشح للميثاق به اللي شاك عن دوري عنه يعود في بلدات اخرى طيب انتم اللي تنتخبوا مكتب جديد ان شاء الله نتخبوا مكتب جديد جست معناها زاد مباشره عقب المسيره اللي انتباركوا مع اعاده الهيكل الاداريه للميثاق ان شاء الله طيب شنو هي برايك اهم التحديات المطروحه للميثاق اليوم بعد 3 سنوات من تاسيسه التحدي الكبير هو شاك عنه تصامم وهذا هنا ما هو خطاب معارض ولا هو خطاب موالي بلي الجهات اللي فيدها وسائل الفعل سياسي
اللي هي السلطة الحاكمة، واللي فيدها وسائل فعل إداري تغيير. شاكن عن هذه 3 سنوات الميثاق عنها ما جاوبت معه، ما جاوبت معه الأفكار اللي وردت في الميثاق، واللي ما محتاج يعيط لحد منه نحن هالميثاق ياك تطبق حد قبلها مطروحة ومنشورة. منشورة هذا هو التحدي الأكبر اللي واجهه وكل حد بلغته. حني ليه كمل لك تحدي للميثاق وتحدي لله الموريتاني كامل به اللي نحن شاكين عنا صغنا أفكار وحلول واقتراحات تضمن أولا المحافظة على الموريتاني بشكل الواحد المتحد بشكل من التنوع الذي يثري سمعتني هذا من ناحية، وبشكل مملي عن استدامة الإنقاذ السلم الاجتماعي وعدم شعور أي موريتاني على المستوى الفردي ولا على المستوى الفئوي ولا على المستوى الجماعي عن فم موريتاني وخر والله فيهم في أخرى أشبه منه. وهذا وسائل المادية في الملموسة في يد السلطة ولا تعاطت معها بشكل إيجابي، ولا تعاطت معها، ما تعاطت معها بشكل إيجابي. ما زلت عادي نجي بتعاطي السلطة. طبعاً طبعاً ليه نقول عن هذا المولي ينطبق على بقية الطيف السياسي بصفة عامة. الطيف السياسي كامل. به اللي زاد الحنان أنا قلت قبيل عن هذا الخطاب ما هو موجه للسلطة فقط، وإن كان السلطة جايبها الكبير به اللي عنده اللي كاردش. الآخرين يعكسوه في برامج ويعكسوه في هيئات ويكسعوه في قرارات على مستواهم. هذا مولي مسار خارج. النقطة الثالثة، النقطة الثانية وهذا شاك مولي عنه تحدي مهم عن هذا الميثاق مولي أنه يلا 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 يعود يلا 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 يتم وسيلة اطمئنان له الموريتاني كامل بيلي لين يفقد لين يفقده الموريتاني وسيلة تجمعهم ووسيلة توحدهم فوق انتماءاتهم السياسية وانتماءاتهم الاجتماعية على الذي قالوا مظلومية تاريخية صابت فئة كبيرة وعامل طمأنة تعتبره عامل طمأنة. نعم وهذا هذا هو التحدي اللي على الميثاق يتم موجود. وبالتالي هون الخطاب ما هو موجه له الميثاق وحده ولا موجه للحراطين، موجه له الموريتاني كامل. عنكم لين تفتصلوا مع اللي قالوا الميثاق ليتفقدوا خطاب وفعل واقتراحات موحده للموريتاني كامل بشكل مفهوم وبشكل ملموس. وعنكم مملي اللي تفتحوا الباب شوش من الروايات ما تعرفوا شيء. أنا مستجاي عيد تعطي السلطة والمعارضة مع الميثاق يقرحني أنه فهم الميثاق من رأسه. الميثاق عند تأسيسه ضم طيف واسع من الشخصيات السياسية وكان كما يرى البعض عابرا للتخندق السياسي إن صح التعبير. بعد أسابيع لتأسيسه دخلت السياسة على الخط وفهم عدة شخصيات على الأقل إن لم تنسحب جمدت أنشطتها. مثل من؟ قدر من شخصيات على الأقل ما تتظهر على الأقل. ولين أعطيك عن تأسيسه حركة إيرا ما شاركت. شاركت عن تأسيسه. شاركت. جمدت عقبها. شاركت في الصياغة. في الصياغة. عند التأسيس. يا غير جمدت. شاركت في الصياغة، شاركت في الإعلان عن وجود الميثاق. الأمور أخرى. طبعًا ماني مكلف ولاني مخول طبعًا بتفسيره هون ولا برد عليها. يقير عقب ذاك اللي قلت لكم قبيل عن إيراش شاركت بفعاليه وبصفه مؤثره لكن جمد انا اعطيت لك كم مثال له فهمتني. طيب شخصيات اخرى ماني عالم بها عن سحبت من الذا ماني عالم بها. معك عالم حد مجمد نشاطه في انا 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 على اطلاع كبير حكم انا الحمد لله من روايه ما فهم الشخصيات اللي ماني حاسبيها بشكل رسمي طيب فهم شخصيات مولي سياسيه لها وزن كبير وتاريخ نضالي ضد العبودية هي خارج الميثاق. كيفت مثلا يعطيك مثال كيفت الرئيس مسعود البلخير كيفت بويجر الهموي هم شخصيات أخرى. عودة لنوع من الشخصيات خارج الميثاق ألا يفقده زخما شعبيا مهما؟ شوف نحن ما ندعين الكمال يغير ليه نقول لك رواية وشاك عنها ما نعرف كانت تفاجأ وحدين عن هذه الشخصيات اللي سميت
والتقدير والاحترام مسعود. لا أعطيهم كمثال. رئيس مسعود زعيم سياسي لا يتجاوز في هذا المقام. ورئيس بويجل اللي لا يتجاوز في هذا المقام. وعلاقتنا بالأسرية بعطنا شخصيا رواية أخرى. كلها وعلم بالميثاق سابقة من الإعلان عنه. هذه معلومة أنا أعطيها لك أنا. كلها. كله وعلم هذا رواية أخرى وما فرض يشاركوا فيه كله وعلم به على الأقل يظهرون كان مطلوب الصورة مهمة على الأقل يظهرون طبيعي أنا قلت لك عنا نحن ما قدرنا نحصر الناس كاملها اللي الناس هم اللي زادية كلها عنده تفكير وعنده نمط تفكير الخاص يغير ضامن لك عنها كله وتتصل به بشكل متسع وفوتنا ياسر ولهم هذا الأستاذ اللي ذكرت فقط واحدين اخرين لماذا لا تشارك الشخصيه فوتنا ياسر نتحراو سنه وثيقه الميثاق سابق تخرج فوتنا سنه في النقاشات ونتحراو ياسر من الطيف الحقوقي والنشطاء والرواقج اللي لهم دور تاريخي في هذا المجال ياك يرافقونا في هذا عاد في النهايه ما شاركوا فيه ذا قرارات خصهم هما غير بعد علموا بها كاملين نحن شاك عنه واجب عن العلم لكن عدم مشاركتهم مبررة ذاك أنا قلت لك عني نتفهم كل حد في قراراته خصوصياته غير بالنسبة لي أنا عنها ما هي مبررة. طيب فهم طرح يقول هم اللي أعلن الميثاق على أنه حتى اليوم على أنه لم ينجح في استقطاب شخصيات وازنة على الأقل من الشرائح اللي ما هي شريحة الحراطين. بسم الله لأن الناس اللي رما شافت هيئة الميثاق وقد نعود نفهمه بليش الناس ما مطلع على الاجتماعات اللي تخلق والمؤسسات اللي تخلق يحضر المسيرة وتوه لا يعرف ذاك اللي فيها مؤسسات الميثاق فيها شخصيات من الطيف من الطيف الاجتماعي مكونات كاملة وشخصيات وازنة ولا نختار نذكر الأسماء فهم شخصيات من البيضان الحمد لله قطوا شغلوا مناصب كبيرة. وزارية على الأقل اثنين بعد نذكر لك قطوا شغل مناصب وزارية على الأقل اثنين وأكثر من ذاك الأخرين في تنوعهم نذكر لك علي العلاف الباب أمين مريم التنين من تمة المختار رواقج ما قد لا أسمع أقول لك من شريحة الزنوج فاطمة تنبي صار فم سلال عايشة فم جابيرة معروفة دونك معناه أني ما قد حكم اللجنة دائما أنت نقلع لك من هذا من الشرائح على الطرح ما هو دقيق ولا أساس له قلت لك عني قد نتفهم يقولوا حد بيلي ما مطلع على مؤسسات الميثاق غير بعدين نقولوا له بصورته هذه بيلي اللجنة دائما الميثاق اللي حكمنا 29 عضو حكم النصها من الشرائح الأخرى هذه تعود مفاجأة للناس. طيب ميثاق الحراطين 2013 ربما غدا ميثاق الشريحة أخرى شريحة مثلا المعلمين اللي يرفع شعارات وشريحة وتقدشي شريحة أغزناقة وشريحة الزوايا وشريحة العرب كيف لمن يرفع شعارات المواطنة أنه وفي نفس الوقت يرفع شعارات فئوية نعرف شوف هذا الشك عن السؤال المهم وليه يعدني نخرج شوي عن هذا الإطار شور إطار أخر شفت هو كل نضال يعني عنده بعد أخلاقي بعد أخلاقي يعتمد على فئة مظلومة ظلم واسع من ناحية الحيز الزمني كيف تلي واقع الأحراطي حتى الشرائح الاخرى حنين اللي نقول لك هذا اللي نقول لك شريحه المعلمين العبوديه انت تتصور ظلم فوق العبوديه ظلم تعرف الشيخ اللي انتج عنه الجهل انتج عنه المرض انتج عنه حنين اللي نقول لك ما هو واحد انا قلت لك العبوديه ذا اللي قالوا العبوديه هي ام المظالم به اللي ملاه لا يعود مهمش ولا يعود في السلم الاجتماعي ادناه ونظر الدنيا مرافقته ويهمش والقدرات الاقتصادية ما عنده ولا عنده المشاركة السياسية هذا حنين اللي نقول لك ما هو واحد محمد المختار ما هو واحد قلت لك عنه من الناحية التاريخية ما هو واحد وبشاعته ما هي واحدة وهذا وبشاعته ما هي واحدة واتساع أمل القاعدة اللي مطبق عليها الحراطين اليوم أنت اللي تقول لي عن الحراطين اليوم هذا قلت لك مع الاعتراف وهذا ورد في المثال أنه فما اعتراف وجود مظالم تاريخية أصيبت بها فئات من المجتمع الأخرى وضربنا المثال كالمعلمين وكزناقة وكشرائح من الزنوش والبيضان قاعد من البيضان والروس فيهم شرائح مظلومة
فهمت لي حالاتك يا غير قلت لك عن شريحة الحراطي من الاتساع من ناحية العدد ومن بشاعة اللي قد تخلق عليها في التاريخ أنا قد يخصص لها ميثاق خاص بها وميثاق وخاصة الملي عنها الميثاق أن الفئات الأخرى ما نساها الفئات الأخرى استحضرها وعاد الملي ملتزم بالدفاع عن به اللي الأساس فيه أنك ما تعود تداوي ظلم بظلم آخر اللي انت تعود تكافح التهميش ما تقدر تعود تهمش حد آخر واللي انت تعود تكافح العنصرية ما تقدر تعود عنصري وهذا هو البعد الأخلاقي في ذا اليوم نسمع في دعوات عن نهضة الفلانيين ونهضة الفلانية غير هذا يا الله يعود نضال عنده بعد أخلاقي وهذا نقطة قوته نقطة قوة هذا النضال عنه عنده بعد أخلاقي يتأسس على أن هذه الشريحة مظلومة في التاريخ يقال مظلومة في التاريخ وعن من عند انتشاء الدولة الحديثة الجمهورية الإسلامية الموريتانية واللي كانت عن طريق الدستور اللي كرس المساواة وعن طريق إمكانياتها الاقتصادية وثرواتها الطبيعية وعن طريق نخبة كانت يا الله تعود حكيمة ووعية أن يعودها ظلم فتصلي معاه وهذا هو الإشكالية المطروحة وإذا كان الظلم في سنة 60 من جهة الدولة الموريتانية وظهرت قرارات شجاعة ومؤثرة وقرارات كبيرة لأنه إحنا اليوم في مسألة الحراطين نحتاج القرارات كبيرة كبيرة كيف تاشمها؟ كبيرة معناها نحتاج أتخذ نعم نحتاج مثلا أنت هذا البرلمان الموريتاني اللي يمثل الشعب الموريتاني واللي فيه اليوم 142 برلمان 147 في الجمعية الوطنية وحدها في الجمعية الوطنية وحدها بربك هل من الإنصاف وهل من المعقول وهل من الحكمة أن يعود فيها أقل من 15 حرطة هذا تعرف وسائل شنو هذا بس هذا حنين شوي نوفي لك انتخاب مو انتخاب حنين نقول لك سياسة وسائلة ما إلا صندوق هذا انتخاب مفهوم ميكانيكي يقال الانتخاب اللي تتفهم على العملية السياسية عملية متراكمة يتداخل فيها البعد الاجتماعي مع البعد السياسي مع البعد الاقتصادي مع البعد الاقتصادي بيلي ما أقدر تقول اليوم عن حد عنده ما عنده وسائل اقتصادية يقدر يترشح واحدة من مقاطعات موريتانيا وهذا الوسائل انعدام الوسائل الاقتصادية ضحايا منهم ضحايا في كثريتهم الحراطي وإيه تقول أنت حتى الناس أخرى ما هي بنفس القوة ولا هو بنفس التأثير هذا هو اللي يلا تعود الصورة وهذا نحن مملي نحن اللي معدلين ما هو مخلق من فراغ نحن في خارج الدول ذي اللي كان يخلق فيه أفشع موريتاني تدور البرلمان يعود نسبة أبداً نسبة لها بتلاحظ شو أنا ما قلت محمد مختار أنا قلت عن موريتاني قلت عن موريتاني عن برلمان هلين يقعد وتشوف الشعب يلا كل حد يشوف فيه عنه ممثل بمشاركة متوازنة ولا قلت لك محاصصة الجمعية يقولها حرطاني بعد كذا يعني ذاك أكبر قمة شخصية الرابعة ذاك راجل من أهلي وشرفني ذاك منصب بروتوكولي 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 رئيس الجمعية إيه اللي نقول لك لين أشرح لك هذا أنا لين عود قلت لك برلمان يتكون من حاليا هو أنا ما يعود فم حد قاع من 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 لين تعود فم شريحة مهضومة كانت ولا في مشاركة سياسية ما لين زاد حد منها ما قلت عنه إضافة ورواية إيجابية غير قلت لك هذا قليل أنت تصور أنت فكر معايا في ذا قلت لك فكر معايا عن هذه الشريحة هو شوف هذه السياسة قلت لك غير عن أصحاب القرار السياسي بالأحزاب والموالاة يلا لماذا ما يستحضروا هذا يقولوا هذه الشريحة مهمشة ولا عند حني شوي أنا قلت لك عن خطاب موجه للمعارضة والموالاة قلت لك عن موجه المكاملين في سلة واحدة والخطاب موجه للمكاملين قلت لك لماذا ما يعودوا أصحاب القرار السياسي في الأحزاب أحزاب الحاكم وأحزاب المعارضة وفي مؤسسات السياسية مستحضرين عن هذا غالبية هذا الشعب الموريتاني أن يا الله البرلمان يا فرنس ياك يعود برلمان ممثل للشعب ممثل للشعب ما هو لا باللون ممثل للشعب بالآمال ممثل للشعب بالوضعيات الاجتماعية الواحدة هو أنت تدافع عن الحراطين وتدافع عن حد آخر يقير رجاش كيف تمومه جاي من نفس الوسط الاجتماعي وعانى من نفس ظلم الاجتماعي
لا يعود الدفاع عنهم بصورة أخرى ولا يكمل. لكن اللي ما لك واحد من الأحراطين يكمل لك أنت لك النقص بالمعرفة وبالتأثير وبالإلماء. لا يختلف معك واحدين فيه. قال أن الشخصيات اللي جاية منهم هم وهم اتهامات لها أنهم مريد هذا قابلتهم مطية كيف الآخرين قابلينهم مطية. شوف أنا وتنساهم. أنا 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 اللي شاك أنا طرح يا الله يعود مسألة ذي هي عن موريتانيا ما عندهم دولة محاصصة ما عندهم مثلا 20 للشريحة الفلانية 20 للشريحة الفلانية دور موريتانيا مؤسساتها اللي نجيها أنا وتجي أنت ويجيها واحد أخر يحس عنه ممثل فيه حاضر بشريحته. هاي نحن في الدول نحن ما أنا سابقين له. أنت تكلمت لي قبل عن تميز إيجابي. تميز إيجابي خلق في البرازيل وخلق في أمريكا ما راك تعرف عنه خلق فيه بقرارات سياسية من الدولة في الجامعة. أنت من درايا كان هاي الشريحة اللي لحقت عليها السنوات الثمانينات مازالت تنباع في شمل الأسواق الثمانينات هذا سوق فطار وفي بليدات خادم له يتنباع جاي سيدها كاردة ومحزمة بالحبال ويبيعها في سوق نخا. هاي الشريحة اللي وضعيتها الاجتماعية الخارجة بها هي الناس الأخرى اللي حضرت المؤتمر ألاك عند انتشاء الدولة الموريتانية 58 واللي خلقت فيه توزيعة معينة للسلطة السياسية في موريتانيا باختصار مثلا عندي ياسر من الوقت هاي الشريحة اللي تخليها أنت بنفس الوسائل بنفس الوسائل في نفس الظروف هذا شاك عنها مسابقة خاسرة يقري يا الله يلا نعود نحن حكيمين ويلا نعود نهدفوا لاستقرار بلدنا ووحدة هذا الشعب الموريتاني ياك ما يعود في حد حاس عنه مظلوم وحاس عنه مقبول هو الأساسي. طيب هو أهم اتهام لكم انتم الميثاق بعلمكم في النهاية بشكل غير مباشر ذراع من ذراع المعارضة والله أقرب انتم على الأقل للطرح المعارض. شوف هو قال لا يجي ما تحسوا فيه هو قالوا عن لا يجي حضر من قدر سمعت. نحن اللي فكرتنا الأساسية عن طرحنا الميثاق قلنا عنه يتسامى على الانتماءات السياسية. هي قد ما أنكم حاسين به هذا أنا حاسس أنا بعد ما أنا حاسس به بلي أنا زميلي اللي من البير يحضر معي وناقشانه هو نفس الأفكار متوافقين عليها فهمتني. بالتالي الطرح بالنسبة لكم ما هو موجود طرح واحد ما هو موجود ما هو 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 إذا لا تقول الناس وتوف شاك عنه مطعن في الميثاق غير للأسف الشديد ما هو باه من حقيقة الميثاق. ألا ترى أنكم على الأقل حتى الآن فشلتم في إقناع المواطن البسيط باستقلالكم عن الطبقة السياسية؟ شوف نحن المواطن البسيط لين تقول نتكلم عن المواطن البسيط اللي يجي المسيرة كيف المسيرة اللي تخلق المجموعة 29 المواطن البسيط في انتماءاته السياسية متعددة ونحن لين يجوه نعدلوا الدعاية شورو وفي المناشير وفي حملات التحسيس اللي نعدلوا نقنعوه قنعناه وهذا هذا وهذا شاهدوا عن المشاركة الكبيرة اللي مقاطعة النظير في المسيرات اللي فاتوا عدلت والنشاطات فاتوا عدلت معناها قدينا نقنعوه أن ما الحزب الفلاني ولا الاتجاه السياسي الفلاني وبالتالي جاءت الناس كاملة متوحدة حول راية موريتانيا وحول مطالب معينة في مكافحة الغبن والتهميش. قلت لي قبيل على أن التحدي الأساسي اللي يواجهكم تعاطي السلطة معاكم وتعاطي حتى مولي المعارضة معاكم الطبقة السياسية بصفة عامة. قلت لي بشكل عام وانتوا قدمتوا وثيقة كي قلنا في 2013 قدمتوا فيها إحصائيات السلطة يقول البعض أن استجابت من خلال على أنها عدلت خارطة الطريق لمكافحة أثار الاسترقاق وعدلت وكالة التضامن اللي تتدخل في الأماكن اللي كانوا فيها رقاء سابقين وتقدم قدر من الإنجازات وعندها ميزانية كبيرة وممثل الأمم المتحدة المكلف بملف الاسترقاق أثناء الجهود الحكومية في موريتانيا وبالمقابل مولي المعارضين الأحزاب المعارضة طرحكم موجود فيها وفي برامجها وحتى في ترشيحات ثم يدوروا شوف هاي النقطة يلا ملي تفض واضحة أنا شاك عن قلت قبيل عن هاي الظاهرة من العمق ومن التجذر ومن كبر حجم ضحاياها وترسيخها في الزمن ترسيخ ممارسات الزمن المرتبطة بالتهميش والغبن واللامساواة أنا ما تحتاج قرارات بسيطة تجميلية استجابة للضغط من الأمم المتحدة ولا استجابة لقرارات تتخذ بمناسبة زيارة مقرر خاص للأمم المتحدة لإشكال الاسترقاق وإشكال العبودية الحديثة
هذا يا الله يعود قناعة راسخة ومستحضرها اللي عنده الفعل السياسي صاحب القرار السياسي. تظهر العيان في التعيينات وتظهر العيان في الامتيازات المرتبطة بالدولة. تعيينات خارقة قولوا لك خارقة خارقة غير قلت لك أنا قلت لك أنا مين متوازنة أنا قلت لك أنا 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 لين تقول لي قبيلة لين قلت لك قبيلة رئيس البرلمان عليها حرطاني يعني وأخذوا مثلاً قلت لك عن البرلمان المشاني من الحكومة المشاركة في البرلمان مين متوازنة خليني أعطيك مثال وللأسف أنا أسف على إنه نقوله مزنة ذنب لين وأخذوا مثلاً حرطاني من الحكومة يدخلوا قبيله حرطاني هذا قبيل الصق قبيل ما يعدل ذاك وما نحن نعود حانينا توازنات الأحراطين نجيبناك عن ثقلهم السكان وحجمهم يلا يمثلوا بالوزراء من 26 وزير هذا منطقي عندك انت لين نعود ونتكلم بهذا المنطق يعني نتكلم منطق عنا قرعنا حرطاني واحد قرعنا واحد بلس 1 بلس 1 موين 1 موين 1 هذا هو المنطق انا شاك عنا ما احنا ما افتنا الحق للمحاصصه لين تعود بذيك نحن عندنا مضاربنا اللاذني لا اما نعود نقول نحن الموريتاني كنا يمثل الاخر وبالتالي هاي الحكومه السنه والله هاي الحكومه 5 سنوات اللي نديروا فيها مثلا نديروا غالبيه احراطي وراني لا تكلموا البيضان نقول لهم انتم الحراطي يمثلوكم ولا تكلموا الكوار نقول لهم انتم يمثلوكم الحراطي ولا تعود فتره اخرى ياك نمحوا من الموريتاني تمثيل التحاصص والله ما اللي هذا ما عدلناه ما قلنا لكم محاصصة غير جولة دون محاصصة عدلونا شين قالوا المشاركة المتوازنة أنتم ولا تقولون إذا ما هو محاصصة قال هو في النهاية محاصصة دعوة المحاصصة فهمنا فرق تقولي حكومة 26 وزير فيها لا وزيرين أحراطي إيه أنت مالك غير مباشر أنت تدعي للمحاصصة أنت مالك جيتني بالمنطق أنت جيتني عن المنطق عن منين يبيع وزير حرطاني يديروا بالي وزير حرطاني أنا قلت لهم عن معدلين هذا والله ما يقال معدلين هذا جاء من باب المحافظة على ذيك التوازن عني لا خلاص التوازن إذا ما هو متوازن أفضل تعزل المعارضين المعارضين يرشحوا حراطين حنين إذا ما هو متوازن محمد المختار متوازن اللي تعود 26 وزير في حراطين معقول عنده إذا متوازن إذا ما هو متوازن قلت لك عن متوازن لا إما نعدلوه حالا والله نعدلوه في الزمان لا بد أن نقبره الشكل من التوازن اللي ما قبلنا شكل التوازن اللي هنا فتحوا الباب للدعوات محاصصة والدعوات الأخرى أنا عندي 3 دقائق وعندي أسئلة مهمة والله طيب ودافذ الموضوع ما زلنا داخلين أنتم وثيقتكم تحدثت وقدمت إحصائيات وقالت عدد الجنرالات في الجيش من شريحة الأحراطين إنه فيه واحد في الجيش وتكلمت عن القضاء وعدد القضاة من شريحة الحقيقي كامل عدد القضاة من شريحة الأحراطين وقدمتهم بالضبط تكلمت عن الأطباء وقعبوت ياسر موظم تكلمت عن الأطباء والمهندسين وكذا الوثيقة أنا عندي حتى التسعينات ترى موريتانيا ما فيها قاضي حرطاني تعرف حتى التسعينات ممنوع ما يقدو هم قرار منعوا أحد كبدي غير حانينا قلت عود فهم قراره ولك أنت لين عود المجتمع متشبع بثقافة تقليدية تحرم شهادة العبد تحرم تقول عن العبد ما واجب عليه الجمعة طيب تقول عن حاني تقول عن النساء تقول عن النساء النساء أنا تقول عن النساء الأقدم ما يلبسوا الباسم هاي ورك الثقافة اللي حاكم موريتانيا نعرفون احنا عن حاكم موريتانيا ثقافة شيوخ القبائل والمشايخ هاي الثقافة ورك اللي تخلي الشريحة يعودون أحرار اليوم بعد موجودين لكن عودوا صريحين تحدثوا عن هذا أنا اللي نعلق ندور هناك لا تعليق على مؤسستين اللي هي مؤسسة القضاء وانتو محامي معناها جزء من مؤسسة القضاء انتو محامي حضرتكم انتم شخصكم الكريم مؤسسة القضاء ومؤسسة الجيش وتكلمتوا عنهم هاي المؤسسات قد يقول لك بعض على انها مؤسسات حساسة وعلى انه دخولها في النهاية يتم عن طريق مسابقة ما قد يخلق فيها فرز احنا اللي ندخل نسبة كلام الاحراطي ما يصح والله يعدلوا فلان وفلان جنرالات لانهم احراطين شو ذا ما هو واحد والله يعدلوا فلان وفلان قضاة لانهم احراطين شو ذا ما هو والله يعدلوا فلان وفلان رؤساء محاكم لانهم احراطين ما هو كيف ما هو واحد نعم واحد شفت بالنسبة للمؤسسة العسكرية اللي أنا بعد ما عندي خبرة عنها كبيرة اللي 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 متواتر شهادات حدين كانوا في المؤسسة العسكرية وعقبوا بدليل شهادة صالح والحنان اللي كان اللي قال وهذا معلوم الجميع اللي قال عن فترة معينة عنه كان في مقررات مقر الجيش تمنع الأحراطين من الوصول إلى مناصب معينة ولا مراكز معينة. حد من قال هذا وما كان قائد الجيش. حاني شوي. كان في الجيش كان في الجيش. أقرا كان هذا دلت عليه الممارسة. حاني شوي. دلت عليه الممارسة. ثانيا
ظهرت ياسر القضايا تتعلق بمستوى ملي مستوى هذا الجيش مستوى معناها ولوجه الناس الأخرى اللي نعود مفتوح قدام ابناء الضباط وفقع يقولوا انه ينفتح امام الجميع وتقولوا انه يلا شريحه هذا محمد المختار انا وقتي وافي هذا محمد المختار اللي تعود هذا اللي قايل لك انا قايل لك عن موريتاني ياك تفهم المتلقي باختصار لاني وقت انتهى تمحنت تفهم المتلقي باختصار في اقل من دقيقه كيف يتم ولوج شريحة الأحراطين لهذه المؤسستين وله بالمحاصصة لنقول هذا نحن ما ندور المحاصصة يقير ندوره نحن المسابقات ينضمنوا فيه مسلتين عندنا اللي قالوا استقامة المسابقة وشفافية المراحل تخافين تخلق وهذا الملي يعني يعود الملي ينطبق على الترقية داخل المؤسسات اسمه مؤسس جيش وشو مؤسسة خارج أي الله يعود الطبق عليه وهذا يخلق بصورته هذه النقطة الثانية عنك يفهم وتفهم موريتاني كاملة عن هذا الريتم الماشي به ولوج الحراطين للوظائف العمومية يسوى كانت قضاء يسوى كانت جيش يسوى كانت وظائف سياسية هذا الريتم الماشي به ما تضمن العدالة النسق. ولا تضمن النسق الماشي به ما تضمن العدالة ولا المشاركة المتوازنة حد كان مهم في التاريخ اللي واحد فات قطع مئات الكيلومترات ولا آلاف الكيلومترات واحد كيف ننطلق البليد محل وصول ما من يوصلوا له في بليد أشكرك جزيل الشكر وقت انتهى للأسف أشكرك جزيل الشكر المحامي الأستاذ العيد محمد المبارك عضو اللجنة الدائمة لميثاق الأحراطين كنت ضيفي في هذه الحلقة من برنامج الله يبارك أشكرك شكرا جزيلا على الصدر وعلى تقبلك الحضور للبرنامج الله يبارك كما أشكركم مشاهدي الأكارم أنقل لكم تحيات الزملاء مالك سي أبو بكر الصديق محمد المختار تحياتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته